وكل ذكرى لذكراها تقول فاليوم هي ذكرى استشهاد البطل مالك شاهين، وسبقه إلى الشهادة الزواهرة والحمامدة والصالح وساجد وأركان جعفري وغطاس، هنا الشهادة وأبو يابس، هنا المخيم، هنا الأبطال، هي القوافل التي تتحد بعضها ببعض وتسير جنبا لجنب، هنا مخيم الأبطال هنا الحكايات، هنا أساطيرنا التي نؤمن بها، هي أساطير العز والكبرياء، هي الحقيقة التي لن تمر إلا بأن تكون أساطيرا على مر هذا التاريخ، في كل بيت وفي كل شارع وزقاق، في كل حارة وفي كل مخيم وفي كل بيت، في كل حجر من عبق هذا المخيم يتحدث، له قصة مع هذا العدو، له قصة في صموده، في تحديه، في سلاحه، في بندقيته، في كل أسر، في كل حكاية. هنا عمر يوسف مناع، هذا الفتى الأبي، هذا الفتى الذي ينتمي إلى العائلة المناضلة، الذي ينتمي إلى الطبقة الكادحة، الذي ينتمي إلى طبقة الفقراء التي نعتز بها والتي نؤمن بأن هؤلاء الفقراء سيرثون الأرض ويرثون السماء ويرثون هذه الأرض التي نعتبرها جنة التضحية، التي نعتبرها التحام الالتحام مع هذا العدو الصهيوني. الفقراء الذين كانوا وما زالوا على مر التاريخ هم شهداء، هم الضحايا، هم الوقود، هم الشعلة، هم النور الذي سيضيء لنا الطريق. عمر هذا الكادح، هذا الإنسان، هذا الفتى الأبي، هذا الشجاع، هذا الحسين، هذا العلي، هذا سيف ذو الفقار، هذا العمر، هذا سليل الأمجاد، سليل الفاروق، هذا الذي يسير على درب الصحابة، هذا الذي يسير على درب الأبطال. رواية حكايتنا، قصصنا عن أمجاد صحابتنا، عن تاريخنا وعزنا، نرويها اليوم على يد هؤلاء الأبطال، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بقضيتهم واعتنقوا مبادئهم وساروا على درب الحرية، فالتحم التحاما، احتضن الرصاص، اشتاق إلى البندقية، اشتاق إلى الرصاص، فكان الرصاص في صدره مقبلا غير مدبر، مثله مثل آلاف عشرات مئات الشهداء. عمر يروي لنا حكاية التصاقنا مع عرير الأسود في نابلس، نابلس الأبية، جبل النار. عمر يحدثنا عن حكاية كتيبة جبع، كتيبة مخيم جنين، كتيبة طلاطة، كتيبة الأبطال، سرايا، سرايا كتائب، كل فصائل العمل الوطني، كل الفصائل المقاومة، عمر غرسها في قلوبنا. عمر هذا الوجه الضاحك، عيناه أجمل من غابات النخل، وجهه مشرق كشمس الله على الأرض. عمر الجميل، عمر الوسيم، عمر الضحكة، عمر الهمسة، عمر الذي كان الفتى الذي يضحك ويبتسم ويشار إليه بالبنان في كل هذا المخيم، يشيرون إليه لأنه الحبيب، القريب، الصديق، الرفيق، الوعد، الرعد، هو فتانا المدلل، هذا الفتى الذي قدم نفسه من أجل فلسطين. لن نبيعك يا عمر، ولن نبيع دماءك يا عمر، بل سنكون على خطاك
وعلى دربك، سنكون على خطى شهداء فلسطين، سنكون على خطى آخر شهيد سقط الآن من أجل فلسطين، يحمل بندقيته مجاهد النجار ابن سلواد ابن بلدة الشهداء، بلدة التضحيات. في كل بلدة، في كل قرية هناك أبطالنا أسودنا التي تزأر من أجل هذا الوطن. أيها الأحبة، هذه خيمة الفداء، هذه خيمة التهنئة، هذا ما نعلمه للعالم، بأننا نزغرت، نضحك، نغرس، نزرع، نبذر. حروف الشهد في شفتي فاء لام سين طاء ثم ياء ثم نون. تحيا تحيا فلسطين، القدس تنادي طبرية، أشتاق إلى يا عكا يا أم المينا، يا فا واللد وحطينا، عجور تنادي يا وطني فترد عليها زكريا، زكريا التي يا عمر، زكريا التي سنعود إليها، زكريا التي نحلم بها، زكريا التي لن نتخلى عن ذرة تراب في صفد وفي يافا وحيفا والنقب. هنا فلسطين، هنا خيمة التهنئة، هنا مخيم دهيش الصمود، هنا مخيم الأبطال، هنا الكواسر، هنا الجواسر، هنا الجوارح، هنا من لم يؤمنوا إلا بطريقه الثوري، إلا مهما تعددت الأسباب. نترككم الآن مع كلمة القوى الوطنية والمؤسسات، يلقيها على مسامعنا الأخ عطا ويوسف وجودة من قبلهم كبير حاجة جودة مناع. والدة الشهيد وشقيقاته في النضال الوطني التحرري الذي قادته الحركة الوطنية من مخيم الديشة ضد النظام الأردني في ذلك الوقت، الذي بقيت جيوشه عام 48 بعد معركة الحكمة الطويلة والمريرة جاثمة هنا في الأراضي الفلسطينية. ومنذ ذلك اليوم ونحن نتذكر الشهداء الثلاث، منهم
يوم اثنين من ابناء مخيم الدين. التي تعودنا منذ نعومة أظافرنا أن نتوجه بشهدائنا وأمواتنا إليها، ولكن لضيق المتسع والمكان انتقلنا إلى مقبرة الشهداء التي احتضنت ما احتضنت من قافلة طويلة من الشهداء، ولكن بقينا على عهد الشهداء الثلاثة حتى اللحظة. ونتذكر الصعبة والمرة التي مر بها المخيم وقضية اللاجئين على وجه العموم. نتذكر منع التجول، شائكا حول المخيم ليمنع المناضلين والثوار من الوصول إلى هذا الشارع الذي كان ممرا للمستوطنين والجيش يربط الضفة الغربية بالخليل بالقدس. ولكننا بقينا على العهد، مناضلين الأوائل الذين زرعوا فينا الثورة مستمرين بالنضال زارعين الفكرة جيلا بعد جيل. فكان الراحل حسين شاهين ابو عماد، وكان صلاح عبد ربه ابو عصام، وكان ابو عصام ابو غلوس ابو صدود، وقافله طويله من المناضلين. من منكم ايها الجيل القديم يتذكر الدكتور ابو محمد الذي كان يعمل في عياده وكاله الغوث؟ كان احد اهم قادة الحركة الوطنية الفلسطينية في محافظة بيت لحم رغم التحذيرات الصعبة، ولكننا بقينا على العهد نزرع الثورة والامل في اطفالنا وابنائنا. وها نحن اليوم نزف شهيدا اخر في سلسلة طويلة من الشهداء والمناضلين الذين ارتقوا من اجل ان نحيا ويحيا أطفالنا بأمل ومستقبل مشرق. يجب أن لا نندم ولا نزعل بأننا نقدم أولادنا وأبنائنا شهداء قربانا لهذه الحرية المنظورة، لأننا كلنا سنموت. ولكن كيف نموت؟ هل نموت شهداء؟ كرامة. لا، لقد كررنا جميعا منذ في أطفالنا، فشهداءنا زرعوا فينا الأمل، وسنستمر في هذا الكفاح بكل وسائل النضال المتاحة والممكنة. وإذا كانت تعتقد إسرائيل ومخابراتها الحكومة الداعشية في إسرائيل قد تستطيع بأن تبتلع الثورة من قلوبنا، لهم لا وألف لا. على هذا الضرب أكثر من 70 عاما، ونستطيع أن نستمر 70 عاما أخرى. الرحمة لمن ضحوا من أجلنا وأجل أطفالنا وأجل أمهاتنا وشقيقاتنا من أجل مستقبل أبنائنا. فطوبى لك يا عمر، يا من زرعت الحب في كل قلوب أصدقائك وكل من عرفك في أزقة المخيم وفي المدارس وفي فرن عطا، هذا الفرن الذي يعتبر إرثا وطنيا للحركة الوطنية الفلسطينية، حيث كان مكانا تجتمع فيه قادة الحركة الوطنية منذ أكثر من 50 عاما في منزل وبيت أبو جودة مناع الله يرحمه. لذلك
نحن مستمرين أيها الإخوة، وهذا العزاء الوطني الذي نعتز به سيكون جزءا من شعلة الاستمرار بالكفاح الوطني، بالنضال والاستمرار في كل بذله من جهد الصعود، تعزيز صمود المواطنين، تعزيز الحالة الوطنية والثورة مشتعلة في أبنائنا، معالجة الجرحى، التبرع بالدماء، إطلاق النار والعمليات العسكرية، كل ما يلزم من إمكانيات النضال وتعزيز الصمود سنبذلها معا. كلما قتلوا طفلا زرعنا في الأرض أرض طفل، وكلما اقتلعوا شجرة زيتون يجب أن نزرع 1000 شجرة الزيتون بديلا عنها. لذلك أيها الإخوة يجب أن نكون فرحين بأننا ما زلنا على عهد الشهداء. هذا الشعب الذي لم يسكت ولن تسكت رايته إلا بالتحرير إن شاء الله، وسيرفع علم طفل من أطفالنا وزهرة من زهراتنا علم فلسطين على أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس. طال الزمان أن كسر وسننتصر، وعظم الله له الشهداء الرحمة والخلود في جنات الخلود مع الأنبياء والصديقين والمرسلين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم. ونشهد يا عمر، ونشهد بأنك قد قاتلت قتال الرجال، ونشهد بأنك كنت تملك أنفة الجبال، ونشهد بأنك يا عمر كنت محبا حب النضال عبادة، وأنك ساهدت بهذه الشهادة، وأنك قد جعلت سنفور رصاصا وعبادة. ونشهد يا عمر بأنك الفتي، وبأنك الأبي، وبأنك العتي، وبأنك عمر على درب القيادة، قيادة الأبطال، قيادة الرصاص، قيادة الحجارة. كم ساعة في هذه الساعة، وكم عقربا في هذه الساعة، فيها 12 حجر، وأنت الحجر، وأنت القمر، وأنت الدهر والزهر، وأنت العمر يا عمر. ونشهد بأنك يا عمر قد عشت عيشة الشرفاء، وقد أنهيت عمرك الفتي بميتة الأوفياء. هنا رحلتك يا عمر، بأنك ما زلت فتى، وما زلت على هذا القدر، بأنك قد وفيت لوطنك 22 عاما، 22 ربيعا، 22 عاما لهذا الفتى الذي ترك اسمه خالدا، الذي كتب بماء الذهب، الذي رصع بالنجوم واللآلئ. عمر لن ننساك، ولن ننسى أحبتك، ولن ننسى من كانوا معك، الجرحى الأبطال، الأسرى، أخوك يزن الذي كفّ دمعه، والذي كان أمامك، والذي اعتقل. هنا جمل المحامل، هنا تبدو هذه القصة، هذه المأساة بعين الآخرين، ولكنها الفخر لعائلة يوسف مناع ولكل أبناء هذا المخيم. ابن أسير وابن شهيد، وهناك حكايات في هذا الوطن. فهناك من حمل أبناءه الاثنين في قرية بني زيد لآل الرماوي شهداء، وهم فخر لهذا الوطن. ونحن نسير على هذا الدرب، نحكي الحكايات، نتكلم بها، نقص الأقاصيص على أبنائنا، نحدثهم بأن فلسطين وشعبها، بأن فلسطين وأبنائها لهم حكايات تدرس. هذه الحكايات التي لا يتحملها عقل
ولا يتحملها بشر لا يسكنون في هذا الوطن، لا يسكنون في هذا المكان، ولكننا نحن شعب صمم على أن يكون في هذا الخندق. نحن أمة لو جهنم صبت على رأسها واقفة ما حنى الدهر قامتها أبدا. لن ننحني ولن نكل ولن نمل ولن نرجع القهقرى، لن نعود إلا بعودة المنتصر. هنا أنت يا عمر، هنا حكايات السجون، هنا مخيم الأبطال والأسرى من الستينات إلى السبعينيات إلى الثمانينيات إلى هذا اليوم، وهو يخرج الأبطال داخل السجون. هم إلى مدارس جعلوها جامعات. أبناء هذا المخيم الذين جميعا أو معظم أو جل رعيلهم الأول، شيبهم، شبانهم، أطفالهم، أشبالهم، دخلوا هذه المعسكرات وهذه السجون، فخرجوا أشبالا وأسودا، وخرجوا يثقفوا المجتمع، يغيروه، يطوروه، خرجوا لكي يجعلوا هذا المجتمع يتقدم ويتطور، خرجوا ليتحدثوا عن الثورة وعن الانتفاضة وعن العمليات وعن من أرسلوا ومن أرسلوا ومن فخخوا أجسادهم من أجل هذا الوطن، فكانوا حكايات الحكايات. هنا مخيم دهيشة، مخيم الأسرى، مخيم الجرحى، ونستذكر هنا بكلمات جريحنا وأسيرنا محمد شمروخ، هذا الفتى المشتبك الذي كان بجانب الأبطال في هذه الحكاية، في هذه الملحمة، هذه الواقعة. نترككم مع كلمة الأسرى، مع كلمة فرع السجون، وهي كلمة مسجلة لرفاقنا في سجون الاحتلال. عذرا لك شهيدنا عمر مناع، فمن اليوم بات اسمك حصننا المنيع. هذا ليس خطأ إملائيا، ولا هو كذلك سقوطا في متاهات اللغة، ولا هو من باب الأخطاء الشائعة، هو ليس تحريفا لغويا أو لعبا على مفردات اللغة. اسمك المضيء بشلال دمك القاني، وكيف لا وأنت شهيدنا المتلألئ في سماء فلسطين. هو اسمك بلغة المخيم التي بناها جيلا فجيل، فهنا في المخيم نولد بأسماء تطلق علينا ولا نعترف بها. هنا في المخيم ينتزع كل منا اسمه بفعله رغم كل شيء. هنا في المخيم نصنع أسماءنا صناعة، نصنعها من نزف دمائنا وبطولاتنا وفعلنا، نصنعها وكأنها بناء ننفق أعمارنا عليه وندونه في صفحات التاريخ مضيئا متلألئا. فهنا جهاد القذافي معتز الوطن أو الموت، مالك الجند المجهول، قائد الرافض للإسلام، براء المقلاع ورمزي أبو يابس المقاومة، أركان الطفل قائد الأركان وساجد الطبيب المقاوم، أين المحيسن شهامة المخيم وفادي غطاس الرد. وأما أنت يا عمر فالحسن المنيع، هنا في المخيم يا عمر علمتنا ألا نعترف بشيء أبدا، لا بالأسماء ولا بالأعمار ولا بالأرقام. فهنا اللغة مختلفة، هنا لغتنا الخاصة التي نحترفها كما لو أننا نرثها جيلا فجيل، ونسطر معا من خلالها قاموس لغتنا الخاص، يعرفها ويتقنها المخيم بكل ما فيه. إنها شفرة المقاومة والمواجهة. هنا الشهادة ميدان للفروسية، ميدان الشجاعة والإقبال والتضحية. هنا المخيم نموت واقفين ولن نركع. هنا المخيم الوطن أو الموت. هنا اللغة السحرية التي لا يتقنها غيرك يا عمر، ولا يعرفها سواك. هنا يا عمر قلت لهم أنكم تستطيعون أن تقتحموا بيوتنا وتهدموها، أن تعتقلونا وتبعدونا، تستطيعون أن تحاصرونا وتجتاحوا مخيمنا وتطلقوا النار على أجسادنا، تستطيعوا أن تفعلوا
شئتم ولكنكم لن تخرجوا كما دخلتم. فأمامكم تاريخ طويل وشاهد من المجد والعز والكرامة. أمامكم المارد المخيم بلغة المقاومة الباسلة التي لم تخفت يوما، فالثورة هنا مستمرة. أمامكم العملاق المخيم بكل ما فيه من عنفوان الثورة وغضب المقاومة وشجاعة المحاربين. أمامكم أطوابا شاهقة شامخة من الذي فطرتها يا عمرنا المنيع. قلت لهم أنكم لن تخرجوا من هنا إلا على جثتنا ففعلت، ولن تمروا إلا على دمنا فانتصرت عليهم. هزمتهم وتألقت نجما عاليا في سمائنا. عمر يا حصننا المنيع، كم مرة هزمتهم في حياتك؟ وكم مرة هزمتهم ليلتها؟ هزمتهم مرات ومرات. مرة حين واجهتهم في بيتك شجاعتك فظهر عجزهم، ومرة هزمتهم باحتضان يزن الأثير بكلماتك، فزدته قوة على قوته وصلابة على صلابته، فحولت جمعهم إلى هزائم. ومرة هزمتهم بسجنك، بطاقتك، باندفاعك للحياة، هزمتهم بضحكة الساحرة ما حيينا. ومرة بل ومرات ومرات جربتهم من كل شيء ولم تكتفي، فهزمتهم بحبك للحياة ومحبة كل الناس إليك. لم تكتفي يا عمر، فهزمتهم بالقاضية وعدت إليهم وواجهتهم وجها لوجه بلا حواجز. بمفردك يا عمر الشاهق واجهت كتائبهم وسلاحهم وعتادهم، أرعبتهم وجعلت منهم جثة هامدة. رأوك ورأيتهم، حاولوا أن يرهبوك فأرهبتهم بمواجهتك الباسلة. تراجعوا وارتجفوا ولم يصدقوا، فاغتالك جبنهم وخوفهم وخشيتهم منك. أصابعهم المرتجفة وكم الرصاصات التي ارتديتها نياشين على جسدك تقول الكثير عن جبنهم. كم هزمتهم يا رفيقنا، وكم مرة ولم تكتفي فهزمتهم باستشهادك. أما هناك وهو في قبضتهم اعتقدوا أن استشهادك سيضعفه، فأخبروه وضغطوا عليه وألقوا عليه الخبر كصاعقة، فخرج إليهم يزن كعملاق شاهق تعالى عليهم فأحالهم إلى أقزام. فهذا هو اليزن بكبرياء. هنا يا عمر سيظل ما قلته دائما وردده الشهداء الوصية ويسير على نهجها. هنا المخيم الوطن أو الموت، هنا عبثا تحاول لا فناء لسائر. هنا عمر وأنت الحصن المنيع، هنا القلعة والكتيبة، هنا مخيم الدهشة. مسموح احنا الدهاشي ويضروب المجد جرينا ومحصنا لقلاع واشعل براكينه يا عمر مناع والحمر عجبينه محصنا لقلاع واشعل براكينه يا عمر والحمر عجبينه ابو شهيد الدار براية الاحرار ابو شهيد الدار براية
راسك يا أم يزن، فعمر هو الشهيد السديد. أبا يزن، هذه الشهادة لا تعرف إلا من أحبه الله، والله يختار شهداءه بعناية، يختارهم لكي يكونوا إلى جانبه، يحبهم، يفضلهم على العالمين. ارفعي رأسك يا أماه، وكفكفي دمعك يا أماه، فعمر أصبح في هذا الوطن نجما. أبا يزن، إن الشهادة لنا ثقافة، وهي ثقافة الفدائيين، ثقافة المشتبكين، ثقافة من أحبوا هذا الوطن ومن ساروا على دربه وعلى عهده وعلى وجده، ومن ساروا على درب المحبين. ارفع رأسك أبا يزن، فأنت القائد، وأنت الرجل المقدام، وأنت سليل العائلة الماجدة، وأنت سليل الوطنيين الفدائيين، وأنت سليل المناضلين، وأنت من قبضت على الجمر في زمن الردة، وفي زمن من باعوا، وفي زمن من تاهوا، وفي زمن من جعلوا الدولار والدينار هو ثقافة هذا الشعب. ارفع رأسك يا أم يزن، فأنتم من كنتم على الدرب ثابتين ثابتين وسائرين. نترككم مع كلمة العائلة، مع كلمة عم الشهيد البطل عمر، مع كلمة عطا مناع أبو حسن، فليتفضل مشكورا. مساء الخير. سقط عمر، حكاية لا نقرأها إلا في الروايات، وقد تكون في الأفلام الخيالية، حكاية بطولية من الممكن أو يجب أن نؤرخ لها. هناك سقط عمر، قالوا 4 رصاصات اخترقت جسده، وهناك من قال 5، وهناك من قال 6. لحظة سكوت عمر، توجه إليه رفيقه الأول، حاول إنقاذه، عالجه برصاصة أو 2. توجه الثاني، عالجوه أيضا برصاصة، والثالث والرابع. البطولة تكمن هنا، كان ممكن لهذا المخيم أن يكون منكوبا هذه الأيام أو خلال الأيام الماضية، كان ممكن أن نفقد 5 شباب من شباب المخيم. كل الشكر عمر استشهد على في المكان في نفس اللحظة. قال لي أحد الشباب، لفظ الشهادتين وسكت. هذا من جانب. في الجانب الثاني، الشهادة لا تضرنا، نحن بصدد حكومة المستوطنين، تعتقد أنها تستخدم القبضة الحديدية، وكما يقال اقتلوا ما شئتم، خذوا منا ما شئتم. ستأتي اللحظة التي تدركون فيها الحقيقة أن هذا الشعب منذ عشرات السنين قدم آلاف الشهداء، أنتم تحلون ونحن سنبقى. وفي هذا الشهر، شهر الميلاد، شهر الانطلاقات، أنا أتحدث باسم
العائلة الصغيرة التي نقدم لكم عمر قربانا في شهر الميلاد وشهر الانطلاقات. نقدم عمر قربانا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصادف انطلاقتها بعد أيام. نقدم عمر قربانا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح التي تصادف أيضا انطلاقتها بعد أيام. هذا الواقع المر الذي نعيشه هو واقع مستمر وسيستمر، عايشه آباءنا الأوائل اللاجئين، عايشوا ظروفا صعبة. نحن ورثنا هذه الظروف، ورثنا هذا الواقع، نورثه لأبنائنا. كان من الممكن في هذه اللحظة التي استشهد فيها عمر، كان هو قدر عمر، وهذا القدر في اعتقادي قدر جيد، يدع طوبة في مدماك العودة، في مدماك التحرر الوطني. إذا أردنا أن نعود يجب أن نقدم شهداء. لا يكفي شهيد، ولا يكفي 1000، ولا يكفي 10,000، ولا يكفي 100,000. هذا الدم يجب أن يستمر صعود حتى يرحل الاحتلال. خلال الاستشهاد قالوا لي احكي عن عمر. ماذا سأحكي لكم عن عمر؟ لم أستطع. أنت تتحدث عن شهيد، ماذا يمكن أن تقول عن الشهيد؟ احكي لنا عن أخلاق عمر. ماذا يمكن أن تتحدث عن أخلاق الشهيد؟ احكي عن لنا كيف كان عمر. ماذا يمكن أن نقول؟ أنا أريد أن أقول أن الشهيد يضيف إلى أهله، يضيف إلى عنفوانهم عنفوان، ويضيف إلى كبريائهم كبرياء، ويضيف إلى تواضعهم تواضع. هذا هو الواقع الذي يجب أن نتعامل به مع الشهداء. شهداؤنا منارتنا، والرصاص الذي يصيب جسد الشهداء أي شهيد، هذه الرصاصات ليس وساما لنا وحدنا، وساما لهذا المخيم. نحن نشيع الشهداء إلى فلسطين. فلسطين تستحق، مهما تريد أن تأخذ منا فهي تستحق. تستحق أن نقدم لها أبناءنا. كان من الممكن قبل 20 عاما أو 30 عاما أن يكون والده شهيد، لكن هذا هو القدر وهذه الحياة. شاءت الظروف وشاءت الحياة أن يكون عمر هو الشهيد. لا نعرف من هو الشهيد القادم، لكن هناك شهداء. عمر أيها الإخوة هو أحد الشباب في هذا المخيم. أنا لا أتحدث، أنا أتحدث عن المناضل الإنساني، عن شهيد له حكاية. كل شهيد في هذا المخيم له حكاية، كل شهيد في هذا الوطن له حكاية. هل يوجد شهيد بدون حكاية؟ الشهيد هو الشهيد. عمر أخذ مرتبة الشهيد، أكرمنا، ونحن نشكر عمر ونشكر الشهداء. الشهداء يكرموننا برحيلهم، ونحن يجب أن نكون على كد هذا الموضوع، أن رحيمين بواقعنا، رحيمين بوحدتنا الوطنية، رحيمين بمستقبل أبنائنا، سواء كانت مستقبل السياسي أو الاقتصادي الوطني. تابعت على مواقع التواصل وكأن الناس الذين كتبوها كانوا يعرفونه تمام المعرفة. حاولت أن أكتب لم أستطع. قالوا سقط عمر الفقير. ما هذا الجنون؟ الفقر ليس هنا، الفقر هنا. نحن نرى فقراء كثر يكدسون الأموال، لكن هذا هو الفقر الحقيقي. الفقر الحقيقي أن نكون جوعى للحياة. الفقر الغنى هنا، وهو تورط أبا عن جد.
الغنى من هنا. أنا في النهاية أريد أن أشكر كل من وقف معنا، أريد أن أشكر الشباب. عندما توجهت أنا وأخي وزوجتي إلى المستشفى كانوا قد سبقونا، كانوا هم الذين يحيطون بالشهيد، كل الشكر لهم. أريد أن أشكر من وقف معنا بالتشييع، أريد أن أشكر من وقف معنا في اللحظة الأولى عند معرفتنا أن عمر شهيد. أريد أن أشكر من قدم الواجب لنا، أريد أن أشكر من تواجد هنا. هذا هو الواجب الحقيقي، هذا هو الالتفاف والتعاطف والتكافل معنا، وهذه سمة حقيقية، سمة يعني لا نراها في أي مكان. المخيم، المحافظة، نريد أن نشكر كل من أتانا من خارج المحافظة. المجد للشهداء أيها الإخوة، المجد للشهداء، وبالتأكيد سيصل يوما ما. ها هم أصدقاء ورفاق الشهيد، ها هم يتقدمون، ها هم الأحبة، ها هم من عاشوا ساعات ولحظات مع الشهيد عمر، ها هم الأصدقاء الأوفياء، ها هم الشرفاء، ها هم من صنعوا من اللاشيء شيئا وجعلوا المستحيل مستحيلا، ها هم الأحبة، ها هم من يدافعون عنا ومن يرفضون ومن يرسلون الرسائل لهذا العدو الغاشم بأن قلقنا من أجل المواجهة. أحبة، أصحاب، رفاق درب الشهيد عمر المشتبك المقاتل المقاوم، ها هم الأحبة، ها هم يرددون تراتيل الصبح، يتوضعون بالدم، ينادون، يصيحون صيحة الحياة بأننا مقاتلون، بأننا صامدون صابرون. نحن هنا لن نتزحزح عن هذا الخندق، خندق المقاومة، خندق التحدي، خندق التصدي. هم الأحبة، هم من نشتم فيهم رائحة عمر ورائحة الشهداء ورائحة المقاتلين. هم الذين سيكونوا غدنا ومستقبلنا، وهم من سيرسموا لنا الطريق. هم الأحبة، أحبتك يا عمر يرددون تراتيل الصباح، أغاني الكفاح، ينادون حيا على السلاح، حيا على الكفاح. نتخلى عنها، سنقاوم بأضعف الإيمان، سنقاوم بالكلمة، بالكلمة، بالإرادة، بالحجر، بالمولوتوف، بالرصاص، بالبندقية،
بالسلاح، بالصاروخ، بالتفجير، بالعنف الثوري، بكل ما أوتينا من قوة. مقاومة، مقاومة هذا العدو الصهيوني فرض علينا جميعا، فرض. لن نتخلى عن هذا الفرض، هو فرض كفاية مواجهة هذا العدو. لن نصالح، لن نسالم، سنحقد حقد الثائرين، سننطق نطقة المحاربين، سنصحو مع الصباح، سنشدو مع الرياح. الدماء التي سوف تسقي هذه الأرض، هؤلاء الشهداء الذين تركوا لنا هذا الإرث، أمهات الشهداء، آباء الشهداء، هؤلاء الذخيرة التي أصبحت مجتمعنا، التي أصبحت ذخيرة الصمود والصبر والتعبئة، التعبئة، التعبئة التي ستغذي قلوبنا، ستجعلها ثائرة، ستغليها غليان الثائرين، بركان المحاربين. سنطير مع طيور الصباح، طيور الحرية. أنت يا عمر، يا مشمس الله بضحكة عينيك، ترنم من لغة القرآن فروحك عربية. يا من خطيت بخطك الكوفي أغاني الوطن، أيها الجبهاوي العنيد، أيها الفلسطيني العروبي، يا عروبة العرب، نحن هنا في فلسطين ما زلنا نؤمن بخلايا الشجاعة التي ستنتقل وتورث جيلا بعد جيل، من الأب إلى الجد إلى الابن إلى من سوف يأتي. سنغدو غدوات الصباح، هنا البر، هنا خيمتك، هنا المهنئين، هنا الأحباب، هنا الشعار الخالد. لن نصالح ولا صلح مع من سرقوا أرضنا، مع من هتكوا عرضنا، مع من حرقوا زيتوننا، مع من دخلوا على أرضنا، هجرونا وشردونا. لن نصالح إلا أن يكون الدم مقابل الدم. جنودهم، هم جنودهم اقتحم والتهم، وبغير المنايا البنادق لا تلتزم. قل أنا هنا الاحتراق، هنا البندقية، هنا الحديد والفولاذ. من أجل كتابة التاريخ يا ملان، هؤلاء الفتية، هؤلاء الرجال، هؤلاء المقاومين، هذه العيون المحدقة، هذه الأيادي، هذه النفوس الأبية الشجاعة نؤمن بها.
بأن على أيديها سيكون التحرر والتحرير. سنكون مع فقرة الختام، فقرة تكريم عائلة وذوي الشهيد. ننادي على كل من قدم درعا، وذلك من أقل الوفاء، وعائلة مخيم الصمود، مخيم الكبرياء، مخيم المواجهة. مع كلمة حراس المخيم يلقيها أحد الرفاق. إلى كوكب شهداؤنا الذين ارتقوا كما الأشجار واقفين، إلى القوافل التي أرست معنى البطولة بين أزقة المخيم. في المشهد والمظهرة إلى الذين صنعوا من أجسادهم جسرا لحريتنا، إلى مزهر والصالح والزواهرة ومالك وأبو يابس والحمامدة وغطاس ومحسن والجعفري والفرارجة وكل من نزف الدماء على مذبح الحرية وأدرك الرأس فحفظ درب من سبقوه نحو الخلود الأبدي تحت الشمس. إلى الذين أدركوا أن الشهادة هي حق الصباح على القمر، هي حق الربيع على المطر، فلولا احتراق الغصن ما ولد اللهيب من المطر. إليكم يا صناع المجد لشعبنا المناضل نقول، أنتم الخلود في زمن، أنتم ملحمة شعبنا البطولية، حروفها وكلماتها ومجد أرسيتموه بمخاضاتكم وجراحكم المخضبة. فعلى جماجم وعظام شهدائنا نبني جسر الحرية. إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وانطلاقا من فهمنا الشامل والعميق لعبارة تسقط الأجساد لا ذكرى، وباعتبار أن الرصاصات لا يمكن لها أن تقتل الأفكار، وأنه كما يؤكد قمر الشهداء أبو علي مصطفى أن الشهادة هي رأس حربة المواجهة. وفي ظل مرحلة التماشي مع المشاريع التصويرية والتطرف والغلو الصهيوني وحلفائه في معسكر الأعداء، سعيا لاستجثاث مفردات المقاومة والرفض والندية من العقل والوجدان والضمير الفلسطيني الجمعي، وأمام حالة التهالك والجزم، فإننا اليوم في ذكرى انطلاقة جبهتنا الأبية نقف مجددين العهد والوفاء لشهيدنا البطل عمر مناع، قدم أسامان الوفاء والتضحية على أرض هذا المخيم، واحتفظ بحبه العميق لهذه الأرض وشهدائها سلاح أخير له حيث كان يشتبك مع هذا الاحتلال. نقف وقفة الإجلال والإكبار لمن حفروا أسماءهم تحت الشمس، ونؤكد على خطى جفار غزة ورائد نزال، فمن عيون هؤلاء العمالقة انبثقت إرادة التصدي والمجابهة، إرادة الرفض القاطع لكافة محاولات استدخال الهزيمة وإحلال تفاعلات التعايش والاستسلام مع هذا العدو المسخ. فإليك عمر نبعث التحية العسكرية، ونقف وقفة الحافظين لدربك وخطاك يا أيقونة في المخيلة الشعبية، ويا سندي فاذهب عميقا في دمي واذهب عميقا في الطحين.
جماهير شعبنا على ضوء الحديث على ما قاله المتطرف بن غفير عن الإبادة الجماعية وتصفية الشعب الفلسطيني وبكل ما يحمله من مضامين ومقدمات وتجليات تعني بالضرورة تصفية القضية الوطنية وذبح حقوقنا التاريخية محطمة طموحات شعبنا وأهدافه. فالقضية الوطنية والقواسم المشتركة من حق عودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية وعاصمة القدس قد أضحت اليوم ضربا من الخيال، خاصة مع حالة الاختلاف الفلسطيني التي جرجمت شعبنا نتيجة استمرار القيادة المتنفذة في البحث عن مصالحها الفئوية الطبقية دون أي اعتبار لقضايا شعبنا وثوابته وأهدافه. فانطلاقا من ذلك فإننا ندعو اليوم لإعادة الاعتبار الجبهة الوطنية العريضة التي تضم كافة فصائل العمل الوطني وأقطاب الفعل الكفاحي، مما يعني بالضرورة فرملة القيادة المتنفذة وكنسها كمقدمة لاستلام قيادات شعبية من صلب الجماهير تصل إلى مستوى التضحيات وتكون بحجم الصراع. هذا يعني أننا بحاجة إلى إحداث ثورة في الثورة. كذلك فإننا ندعو كل الحريصين على قضية شعبنا وعمقها القومي العربي للخروج من حالة التوهان والابتعاد عن الرؤية الضبابية لواقع الصراع، مما يعني ضرورة أن نعي معسكر الأعداء ومتمثلا بالإمبريالية الأمريكية والعدو الصهيوني والرجعية العربية. حقيقة كل الحقيقة للجماهير والنزيد رؤيتنا الفلسطينية من كافة المحاولات ذر الرمادي في العيون، كما ونؤكد للاحتلال وأعوانه المتخاذلين بأن حملة الاعتقالات المسعورة بحق كوادرنا في مخيمنا معزولة عن الدور الحيوي الميداني لرفاق الجبهة الشعبية، خصوصا في مخيم الدهشة والمشاركة بالفعل المقاوم الذي أوجع الاحتلال ومستوطنيه في الضفة المحتلة، وأن حملة الاعتقالات هذه لن تثنينا وأبناء شعبنا عن مواصلة الكفاح والنضال. كما ونؤكد أننا ماضون بكل عنفوان في الكفاح ضد الاحتلال متمسكين بحق شعبنا في المقاومة حتى كنس الاحتلال وتحقيق آمال شعبنا الحرية والاستقلال. وأخيرا نقول لأبناء مخيمنا ولرفاق وعائلة الشهيد البطل المقاوم عمر مناع، استلهموا ساجد واجعلوا دماءه نبراسا في حلقة الظلام، فالاشتباك مستمر والصراع مفتوح. أدركوا عمر واجعلوا جسده جسرا للحرية هذا التراب المسخن بالنزيف فدائما وإننا حتما لمنتصرون. رفاقكم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة مخيم الدهشة. We'll be right back.
درع مقدم من التحرير الوطني الفلسطيني الفاتح لذوي الشهيد. مقدم من حركة المقاومة الإسلامية حماس لذوي الشهيد. درع مقدم من جبهة النضال الشعبي لذوي الشهيد. المرأة لذوي الشهيد. درع مقدم من اللجنة الشعبية لخدمات مخيم دهيشة. درع مقدم من أشبال الجبهة الشعبية في مخيم دهيشة. درع مقدم من جبهة العمل الطلابي التقدمي جامعة القدس. درع مقدم من نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية الأسرى المحررين لذوي الشهيد. درع مقدم من مؤسسة إبداع لذوي الشهيد.
مقدم من عائلة الشهيد البطل معتز الزواهرة. درع مقدم من عائلة الشهيد البطل فادي غطاس. درع مقدم رائد الصالحي. درع مقدم من عائلة أيمن حسن. درع مقدم من عائلة الشهيد البطل محمد أبو عكر. وفي نهاية النهاية نبدأ مع البداية مع مسيرة لمنزل الشهيد البطل عمر مناع. لنتوجه إلى هذا المنزل لنهتف باسم الشهيد، لنردد الهتافات، هتافات الوطن والتضحية مع عائلة الشهيد عمر مناع. شكرا لحضوركم، شكرا لوجودكم، شكرا لمن جاء ومن شارك، شكرا لمن أحيا، شكرا لمن سار، شكرا لمن هتف، شكرا لمن كان عونا ومساندا للوطن ولأهل الشهداء، وذلك أقل الوفاء لشهدائنا الأبرار. لتنطلق المسيرة لمنزل الشهيد البطل عمر مناع. يا